السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا أكلات جميلة وعديدة وهتعجبكم إن شاء الله. أول حلقة النهاردة عندنا طاجن. هو مش هنعمله طاجن، هنعمل صينية أو بايركس سمك بالخضار والبشاميل. ده أول مرة هيتعمل على ما أعتقد يعني. سمك فيليه وجمبري وبطاطس، جزر وكوسة وكرات وبصل، ثوم، كمون، بهارات سمك، كريمة البني ودقيق ولبن، كزبرة خضراء، فلفل ألوان، جبنة موزاريلا، زبدة، عندي كمون وعصير ليمون وملح وفلفل وزعتر ورزمالي. أكلة حلوة جميلة غنية. طيب هناخد خضارنا سوتيه والطاسة بتاعتي تسخن قوي ونشوف هنعمل ايه في خضار السوتيه. كده بنقطع كله برنواز صغير، كله برنواز صغير بدل ما اسلقها، لا بطجنها كده. بنحط الاول حبة زيت وننزل بالبصل والثوم. الله اهو، بصل وثوم، واحنا بنقطع كده وشغالين براحتنا واحده واحده، دلا دلا وبنشتغل. طيب كده طيب نيجي على البطاطس نفس التقطيع. بنعمل اكلات جديدة وعديدة وبنغير في مطبخنا علشان على الاقل يعني ما تزوقوش مننا. هنجيب طاسة على النار تاني عشان نلعب على الونجين زي ما بيقولوا. ايه هنسخنها برضو براحتها. كله برنواز صغير.
كده. دي الكوسة. وادي البطاطس. اهو. ده الكرات. وادي الكرفس. وادي الكزبرة. وادي الجزر. طاسة عندي التانية سخنة جدا، كل ما تسخن كل ما تكون مصلحة. اهو. نقلب. الله يا بلادنا الله. حبة ملح، حبة فلفل. قوم بقى ايه يا سيدي، نجيبها هنا براحتها عشان المخرج ما يزعلش مني، ونخش بالطاسة التانية هنا. هنيجي في الطاسة التانية دي حبة زيت سخنة قوي. ادي اعشاب اهو، شويه كمون، شويه هبرات سمك، وادي السمك بتاع، شويه ملح. انزل كده ادي فلفل الوان. كده اهو. ما اقدرش احط كله مع بعض عشان ما يتكسرش مني. نخش بقى على البشاميل. زبدة قد الدقيق ومكعب مرق. الله يا بلادنا الله. وماله كده. استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير المحطة ولا اروح في اي حته. ورجعنا بعد الفاصل وكده. ده صوص البشاميل وكده. الخضار بتاعي اهو. الريحه طالعه، صلى على النبي. ادي اللبن بتاعي. الله يا بلادنا الله. ادي نص الخليط اهو.
حبيبي انت يا ربي. ادي السمك بتاعي. هتصلي على النبي. سنه ليمون نقلب اهو. اللهم صل على النبي كده. شوفوا الوجبه اللي بعديها. عندي كيش التونه والبسله، في اونيون كيش، بسطرمه كيش. الكيش لورين بيتعمل بكذا طريقه وبكذا حاجه، والعجينه واحده، العجينه واحده لكن متعدده، ما بتاخدش خميره. يعني انا لا داعي ان انا اعجن، لان العجينه معموله اهي وسهله قوي. ليه بقى اوجع دماغكم والمخرج يزعق لي يقول لي اقفل المكنه وصدعتني ويتكلم حاجات كده ومحتاجات؟ فخلينا كده ايه في السهل الكيش لورين. هنشوف العجينة بتتعمل ازاي. عندي دقيق، زبدة، مية، دقيق، زبدة، مية، تونة. ادي الكريمة اللباني، بسلة ولبن وبيض، بصل وثوم اهو. فلفل الوان وملح وفلفل اسود. طيب ندخل دي الفرن اهي، وبعدين نتكلم عن الباقي. الصوص بتاعي خفيف مش تقيل، ويبقى جوسي شويه، طري. العجينه طريه مش بشاميل بشاميل يعني، يعني احنا ممكن وايت صوص. جبنه موتزاريلا اهي، نبدا بقى في الكيش. نجيب صينيه ونخش بيها في الفرن اهي، ننضف الحروف. يلا بينا. اللهم صل على النبي.
نسيبها على النار تلت ساعة درجة حرارة 200 درجة مئوية. نبدأ في الكيش رينين، كيش لورين. طاسة على النار، هنعمل ايه يا سيدي؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي زبده وادي بصل اهو، وادي شويه ثوم، عجينه او الكيش، شويه بصل تاني، وادي شويه كزبره خضراء اهم، مفيش حاجه هتخسر. ما تصلي على النبي. نفرد على الجينتي الكيش عندي اهي، اللهم صل على النبي. كده استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير محطة ولا اروح في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم، وكده بنسطب العجينة بتاعتي، بعمل لها حروف كبيرة يبقى كده استوت البصلايه. فلفل الوان، بسله، ملح وفلفل، ادي التونه بتاعتي بعد ما اطلع بصلايه على النار.
البراي بتاعي. شوية لبن. شوية فلفل اسود. وادي مضرب. بنكسر كله كده اهو. هعمل ايه يا سيدي؟ احنا هنا عملنا عجينة اهو. صلي على النبي. الله يا بلادنا الله. شايف الجمال يا باشا؟ قال لي يعني مش قوي، في ناس بتعمل احسن من كده بكتير. ربنا يكبر بخاطرك زي ما تكبر بخاطرنا يا اخي. نفسي اقول لك كلمه حلوه. هم اقول له قول لي كلمه حلوه يقوم يقول لي هريسه. شكرا. الله ما خدت على كده. طيب انا مش هديك حاجه، مش عادي، مش مشكله. نثبتك وبعدين نرجعك. ده اللي براي بتاعي. الله. طيب هعمل ايه بقى؟ هحط الشلفز ده تحت كده عشان النار تخش من تحت ومن فوق. يلا بينا. اوطي النار شوية عليه. يبقى حضراتكم كده دخلنا الكيش الفرن ونغير او نقلب او نعدل الجمال ده للولا ده من الهنا ده اهو. عايزها تاخد من فوق ومن تحت، تاخد اللون من فوق ومن تحت، تاخد لون من فوق ومن تحت. طيب نخش على الطبق اللي بعده. نخش على الطبق اللي بعده ولا يهمنا حاجه، ما نخافش من حاجه، ننظف الدنيا ونخش على الطبق اللي بعده. صلي على الرسول. اوبا. شكلها كده عندنا صرفة طرف.
قال لي دي شتيمه دي. يا عم اسكت يا عم. لا يا عم اسكت، ما تقناش في حاجه ما لناش فيها. قال لي امال ايه صرفا طرف في الفنادق الكبرى لما يجوا يخلطوا ما بين اللحمه والسمك بيقولوا عليه صرفا طرف، يقولوا عليه صرفا طرف. النهارده هنعمل سموك تركي مع سمك فيليه، طبعا بنسميها احنا ايه صرفا طرف. مقاديري سمك فيليه رومي مدخن، ثوم وعصير ليمون وبهارات سمك وفلفل الوان، شبت جبنه كريمي، كبري زهر الكبري، ملح وفلفل وكمون وروزماري، زبده او زيت. الصوص بتاعي عباره عن كريمه لباني، شبت، ملح وفلفل، زبده، عصير ليمون، بشر ليمون، زهر الكبري. الاكله دي حلوه وجميله حقيقي فعلا فعلا فعلا، يعني انا شايف ان دي حلوه. هنحط البومبوري على جنب، عندي زبده الاول اهي، وبعدين ننزل عليها بالبومبوري بتاعتي. لا ده موضوع بتاع موضوع تاني، ده بعده حاضر، ده بتاع الجيران بس. انا هندخل. عندك لبن تاني؟ طيب ما هو ادي حبه اللبن اللي انا عايزه، سلطان بيبر اهو. بلاش بقى الفلفل لان عايزه فلفل ابيض، هنبعت نجيب لعند الجيران. اخد فاص وارجع لكم تاني، ولا غير فاص ولا غير المحطه ورفع حته. ورجعنا بعد الفاصل وكده عندي البومبوريه. الله اعشق البومبوريه انا، ليها طعم جميل. الزبده واللبن بيخلوها طعم حلو قوي. نشتغل بقى ونبطل اكل. حاضر. شويه بصل، شوية زبدة اهو، شوية بصل، شوية زبدة. ابص على الفرن حبيبي يا رسول الله، اذكر الله. بص يا باشا، شايف الحلاوة؟ بيقول لي حلاوة المولد، بتريق عليا. طيب ماشي شكرا. نيجي هنا نطلع دي، اهو. ونيجي بقى نجيب دي، كده ونخليها تاخد راحتها. يلا يا باشا. بصل وتوم وزبدة، ودي خلاص جابت اخرها اهي. هعمل ايه بقى هنا يا سيدي؟ سمك فيليه نقفل الفرن. اهو
كده حطينا بصل ثوم، حطينا بصل وثوم زبده، زهر الكبري. بقول لي ايه زهر الكبري؟ زهر الكبري يا جماعه نوع كده يعني هو ما انا ما اعرفش انه ملوش اسم عربي غير كده. ودي حاجه مميزه جدا عند الاجانب. ادي بشر الليمون، مهم جدا بشر الليمون ده. كده بطاطس خلاص، كمون، كاري، دي بهارات سمك تقريبا، بهارات سمك، ماشي، شوية شبت، أهم حاجة عندي حبة الشبت دول، وآدي فلفل ألوان، وشوية ليمون، حبة ملح وفلفل اهو. نشيل ده بقى من هنا. صلي على النبي. طبعا سموك تركي كده كده ده مدخن، فمش لازم يغلي كتير عندي اهو. الله، جبنة بدوبها مع الكريمة اهو. الله الله، اللهم صل على النبي. شايف الجمال ده؟ شايف يا استاذة؟ تقول لي انا اعرف اعمل احسن منك، هاي مش مشكله، اعمل اللي انت عايزه يا ست. اهو مال الحلو ماله. أكلة دي هايلة وجميلة، هايلة وجميلة، فيها عناصر غذائية جميلة جدا، وزي ما قلت لحضراتكم احنا بنقول عليها صرف اند طرف، اسماك مع لحوم. لكن اللي احسن من كده وكده الغرف بتاعها ازاي؟ اهو يا باشا، هوبا،
الله عليك الله. كده استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني وانا غير المحطه ونروح في حته. رجعنا بعد الفاصل وعندنا كوكتيل ظالم. كوكتيل ظالم عندي اناناس، موز، شوكولاتة، فراولة، يعني كل حاجة موجودة عندنا خرب بنا كتير. طيب اهم حاجة دوق بس دي كده حلو يا عم. بتقولي وحشة ليه؟ حبيبي يا رسول الله، بص عم رمون دكتور بلعب مره منك صينيه كيش مفيش بعد كده. ادي فراوله ادي حلو اهو، وادي الايس الله. ادي الملك، انا لا ملك ايديك. شوكليت دبل بندق بقى كل حاجة من هنا. شوجر يلا، شوية كريم شانتيه وتنظيفة اهي. يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا خبر ابيض.
ما تصلي على النبي. صدقت ولا حلو؟ مش مصدقني. بلاز حاجة فيه التلج المجروش. قال لي انت عمال تدوق علينا وعمال تدوق علينا عشان شكل الكيش بتاعك باظ منك وانت مش عايز تقول. طب ما تستر عليا يا اخي، يستر عليك ربنا. يعني هو الكيش فعلا ممكن يكون يعني حصل فيه دروب كده ولا حاجه. قال لي ما هو مش جديد عليك. طيب نشوف بقى موضوع الكيش. الله، الله يا بلادنا الله. اشكر الست مخرجتنا الجميله واشكر كل الكاست اللي معايا. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير. السلام عليكم.